أنا شاب ليبي كفيف مكافح ضد التمييز الذي يتعرض له المكفوفون في العالم العربي، مناضل من أجل مساواتهم بالمبصرين مثل ما هو الحال في الولايات المتحدة. بهذه الكلمات توجه عمر برسالة إلى الرئيس أوباما ليشكره على تقديم حكومة بنسلفانيا العلاج لطفليه المصابين بمرض سرطان العين. فبعد أن رفضت الحكومة الليبية تكفل العلاج، تلقت العائلة الليبية من الحكومة الأمريكية كل الدعم والمساعدة. اكتشفنا أن كلا الطفلين عبد العزيز وحسام هم مصابين بسرطان في العيون، مرض يسمى ريتنوبلاستوما أو ورم أروم الشبكي، يصيب شبكية العين وهو مرض وراثي، ومصابين في كلتا العينين. يعني يعيش عمر مع زوجتيه وولديه عبد العزيز وحسام في حالة مستمرة بالتأزم، لأن المرض خطير ويحتاج إلى علاج مكلف ومتطور. إن هو لا أمل بالنسبة لحسام، لا أمل نهائيا، ولازم ينشالوا عينيه الاثنين بأسرع فرصة لأنه المرض منتشر بشكل كبير. المعاناة لم تنتهي هنا، فدرب العذاب الذي قدر للعائلة أن تسلكه مليء بالأحزان والصعاب. فمع تفاقم المشاكل الصحية للولدين، قدر الله أن يصبح ما لم يكن في الحسبان. بنتي مرام توفت في شهر أكتوبر الماضي 2010، يعني توفت وإحنا هون في فيلادلفيا أمريكا، وهي كانت مع أهلي بليبيا، فتوفت بمرض ما أعرف. يعني أثناء اتصالاتي بأهلي بيقولوا لي إنه مرام بالمستشفى وإنه هي بغيبوبة وأجاها فيروس، يعني حتى لما بيسألوا الأطباء هناك ما حدا حكى لهم إنه إيش هو هذا المرض ولا. فتوفت ويعني من 4 شهور فاتت ما يعني ما قدرنا نسافر لليبيا مشان أودع بنتي قبل ما يدفنوها، ما قدرت أشوفها ولا أودعها. دموعها هالة على حسرة ابنتها وعلى عدم تمكنها من وداعها، يقابلها حزن نعيمة على حالة عبد العزيز الدقيقة. بياخذ تقريبا في اليوم 4 أدوية، مضمضة للفم، بيسوي قطرات للعين اليسرى، وكمان كان بياخذ كريم عشان التهابات او ميكروبات قبل ما يسووا له العين، وهذه العين تحتاج تنظيف مرة كل شهر أطلعها ونظفها، يعني يحتاج اهتمام خاص. ولمتابعة الحالة عن كثب قمنا بزيارة المستشفى ولقاء الطبيب، وأثناء الانتظار كان لابد من الدردشة لتمضية الوقت وتخفيف التوتر. بعدها حضر الطبيب وشرح لنا الحالة عن كثب. يعاني الطفل من سرطان في العينين، مما اضطرنا لاستبدال عينه اليسرى بعين صناعية، وهو يتلقى العلاج الكيماوي وآمل أن يعود لممارسة حياته بشكل عادي عما قريب. رسالة الشكر التي وجهها عمر وعائلته إلى الرئيس أوباما والشعب الأمريكي توجب علينا أن نشكره بدورنا على إصراره وتحديه في متابعة الحياة التي كثرت أشواكها وقلت ورودها. أغمض عينيك تعرف نعمته عليك. نتمنى لعبد العزيز وأخيه حسام الشفاء العاجل، وللأخ عمر وعائلته الصبر والإيمان. عمر الذي فقد البصر لكنه لم يفقد البصيرة. مروان زعتر لبرنامج اليوم على الحرة من مدينة فيلادلفيا في ولاية بنسلفانيا.